مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج يد الوفاء. بحضور دولة رئيس الوزراء السيد نور المالكي وتحت شعار العراق لوحة رسمها الشهداء ويحملها الأبناء بأمانة وشرف، أقامت مؤسسة الشهداء المؤتمر التأسيسي لرابطة ذوي الشهداء. المؤتمر التأسيسي لرابطة ذوي الشهداء شهد حضورا لافتا لأعضاء مجلس النواب والمسؤولين في الدولة وذوي الشهداء، ليؤكد الحاضرون موقفهم المؤيد لتأسيس الرابطة كي تكون ممثلا عن ذوي الشهداء ومدافعا عن قضيتهم، قضية الشهيد. مع انبثاق مؤسسة الشهداء وتبنيها مهمة رعاية ذوي الشهداء باعتبارها الجهة الرسمية الوحيدة المعنية بذلك، بدأت المؤسسة بذل جهود حثيثة على طريق لملمة جراحاتهم وكفكفة دموعهم ورد الاعتبار إليهم بإنصافهم وتعويضهم ماديا ومعنويا عن الحيف الذي طالهم في حقبة حكم نظام البعث البائد. وعقب انطلاق مؤسسة الشهداء بمدة وجيزة، بدأت رابطة ذوي الشهداء أولى خطواتها، فاستقطبت أبناء وإخوة الشهداء من بغداد والمحافظات لتوليهم الرعاية اللازمة وتهتم بشؤونهم في المجالات العلمية والثقافية والفكرية والاجتماعية. وعلى مدى تلك السنوات كانت شريحة الشباب من ذوي الشهداء في أعلى سلم أولويات الراعي الأول لمؤسسة الشهداء دولة رئيس الوزراء السيد نور المالكي، الذي كلل تلك الرعاية بحضوره المؤتمر التأسيسي لرابطة ذوي الشهداء الذي أقامته مؤسسة الشهداء تحت شعار العراق لوحة رسمها الشهداء ويحملها الأبناء بأمانة وشرف. أنا أبارك لهذه الرابطة وأقول لهم شكراً لكم أنكم انتخيتم لإحياء خط آبائكم الذين تصدوا في أصعب الظروف، وأنتم اليوم في فسحة من الوقت والظروف الجيدة التي تقف إلى جنبكم، كل الأخوة المسؤولين معكم، كل الدولة معكم. أنا أبارك لكم، أشكركم حينما تصديتم، لأن هؤلاء من حقهم علينا أبسط الحقوق، ليس الحقوق فقط أن نعطي ونمنح راتب، هذا نعم ينبغي أن يعطى ويكرم ذوي الشهداء، ولكن في تقديري الحق الأول للشهداء إحيائهم، إحياء طريقهم، إحياء الخط الذي نستشهدوا من أجله، هذا هو الإحياء الحقيقي للشهيد. ومن قال إني ابن الشهيد عليه أن يتحمل الضريبة، ابن الشهيد ينبغي أن يتحمل ضريبة ابن الشهيد، وضريبة ابن الشهيد هو مواصلة الطريق، كما قاتل أبوه البعث هو يجب أن يقاتل القاعدة ودعاة الجور والجريمة، وإلا ضاعت رسالة الشهداء وضاع الشهداء، ولا ينفعنا أي شيء ممكن أن نتحدث عنه ونحن لم نحصل على خلف يسير على خط الشهيد والشهادة. لذلك هذه الخطوة أعتبرها خطوة مهمة على طريق إحياء خط الشهداء، فبارك الله بكم وجزاكم الله خير، ونحن معكم، أيدينا بأيديكم، احيوا إرث آبائكم الشهداء وأمهاتكم وأخواتكم، واحفظوا هذا الخط من الضياع. العراق اليوم أمانة بأعناقكم، أنتم بالدرجة الأولى هو أمانة بأعناق العراقيين جميعاً، ولكن ليس المأجورة كالثكلى. مؤسسة الشهداء ومنذ تأسيسها حرصت على إيلاء ذوي الشهداء ما يستحقون من رعاية بمنحهم التعويضات المادية التي شملت جميع جوانب الحياة، لكنها بإعلانها تأسيس رابطة ذوي الشهداء أرادت تحقيق أهداف أخرى. هذا الملتقى اليوم وهذا المؤتمر اليوم شيء آخر، لا علاقة له بالتعويض المادي ولا علاقة له
بجبر الضرر المادي. هذا اليوم نحتفي بتأسيس رابطة للشهداء لنعيش مع أرواح الشهداء، لنستلهم من أرواحهم معاني التضحية والفداء. اليوم لننهل من نمير تضحياتهم ونقف وقفة الشهداء في ساحاتهم الشماء التي وقفوا بها في كل بقعة من بقاع العراق، على سفوح جباله وفي وديانه وفي أهواره وفي صحراواته، ونقف حيث شخبت دمائهم وحيث خنقوا في جميع أحياء في جميع المقابر الجماعية. نقف حيث وقفوا رافعين رؤوسهم شامخين حالمين حالما كالكليم كلمه المهد فشد الحبال يبغي الصعود. نقف معهم وقد حرقوا جميع الحبال، حرقوا حبال المشانق وبقوا شموسا، علقوا الشمس بحبل واشنقوها لنرى يحترق الحبل أم الشمس تموت. لقد احترقت حبال صدام وانتهى ومات والبعثيون في توقيع أحمر، وذلك توقيع القصاص الذي خطه بيده الشريفة دولة رئيس الوزراء. اليوم نحتفي بتأسيس رابطة على هذا السياق، رابطة تحفظ القيم الدينية والقيم الوطنية ورسالة الشهداء والحفاظ على خط الشهداء في أبنائهم. ذو الشهداء هم الورثة الحقيقيون للشهداء، وهم من يحملون الرسالة. لذا فإن العراقيين يرون أن ذوي الشهداء هم الأجدر والأقدر على حماية التجربة السياسية في العراق من المخاطر التي تهددها. هل نحن كتلة سياسية؟ أقول وهل الشهداء كانوا غير سياسيين؟ وتعريف الشهيد في مؤسسة الشهداء كل من فقد حياته بسبب موقفه أو رأيه السياسي، وبالتالي نعم هي كتلة سياسية ولكنها كتلة من كل الكتل، كتلة من كل الأنماط، أنماط القيم الدينية والقيم الوطنية التي ضحى من أجلها أولئك أصحاب الرأي، أصحاب التضحية، أولئك الذين وقفوا بوجه الطاغوت وقالوا كلا للطاغوت وكلا للبعث. نعم أنها كتلة الرأي السياسي والموقف السياسي، وهنا يأتي التأسيس متماشيا مع أهداف الشهداء وهم يرقبوننا. لا يخفى على الجميع أن ذوي الشهداء هم من رحم السياسة، وأن الشهداء هم أهل السياسة، فأبناء الشهداء هم اليوم من يتصدى للسياسة ومن يتصدى للعمل السياسي ومن يتصدى لبناء العراق. نعم نريد عراق المساواة، نعم نريد تحقيق جميع حقوق الشعب العراقي على أساس المساواة وعلى أساس الحرية، ونحن مستعدون للتضحية وللمشاركة والمساهمة في بناء عراقنا. توضينا الفرح، توضينا الفرح بالغبشة هذا اليوم، دمعات خلف المشنقة صلا وسجدنا على الوطن، والتربة صار حسين وقسم حيدر على المايات ليس بحن. صحت يا أهل الوطن هسان أخذت الثار، وجروح الغميد اليوم الشافن دفق دم الشهيد وصار بالأقلام، يعني الدم شهيد توقع أقدامه، وخذت بيدي تحية القلم خط الموت ولبسها الشجاع وبصمة القامة. دفق دم يعني الدم شهيد توقع عدامه، وخذت بيدي تحية القلم خط الموت ولبسراء الشجاعة ووصمة مهامة. فرح حول الجنوب وغنى بالموال، والسحبة بنخلها تكمل انغامة، وجبل حمرين غنى وسلسلة طوس، وفرح كل الشعب وانتشرت إيتامة. كان على العرب يقطف لحم غسلان، وعلى شعب العراق موجه اسهام. عدم بينا زلم نار جفوف الموت، وصاروا بالوطن خاجيته والثامه. عدم بنت الهدى ويسل ومايات، وجاني خاف من الناس عمانه. عدم سيد الصدر حسبالك
وكدأبها في دعم ومؤازرة مؤسسة الشهداء، حرصت لجنة الشهداء وسجناء السياسيين والضحايا البرلمانية على المشاركة في المؤتمر التأسيسي لرابطة ذوي الشهداء لتؤكد وقوفها إلى جانب الرابطة في برنامجها. بالتأكيد اليوم يعني تأسيس رابطة ذوي الشهداء، هذه رابطة يعني تجمع كل ذوي الشهداء لكي تكون صوت هادر مساند لمؤسسة الشهداء ومطالبا بحقوق الشهداء. اليوم يحتاج ذوي الشهداء إلى صوت ليس صوتا رسميا تمثله مؤسسة الشهداء ولا لجنة الشهداء البرلمانية، وإنما يحتاج صوت من القواعد الشعبية لذوي الشهداء لكي يطالب بكل ما أقره الدستور والقوانين النافذة، يطالب بكل الحقوق والامتيازات التي أقرتها هذه القوانين من الحكومة العراقية ومن البرلمان العراقي ومن رئاسة الجمهورية، ويكون حرا في مطالبته ليس مقيدا، لأن المؤسسات الحكومية دائما ما تكون مقيدة. اليوم المؤسسات موجود فيها من يعارض صرف الحقوق لذوي الشهداء، رابطة ذوي الشهداء سوف تكون الصوت القوي المطالب بحقوق ذوي الشهداء، وبالتالي نحن كأعضاء في لجنة الشهداء البرلمانية نساند هذه الرابطة، وباعتبارنا أيضا من ذوي الشهداء سوف نكون أيضا صوتا مساندا لهذه الرابطة من أجل المطالب بحقوق الشهداء واستحصالها. مؤسسة الشهداء كانت وما زالت وستبقى الحضن الذي يحتوي رابطة ذوي الشهداء من أجل الارتقاء بهم عبر تطوير قدراتهم، تعويضا لهم عن معاناتهم في حقبة حكم نظام البعث البائد. لذا عبر المسؤولون في المؤسسة عن مواصلة دعمهم الرابطة باعتبارها الامتداد الطبيعي للشهداء. الحقيقة أن هذا اليوم هو مصداق لقول الشاعر: فحبوب سنبلة تجف تملأ الوادي سنابل. ما مات الشهيد وإنما هو حي بذويه، بأخيه، بابنه، بأبيه، بأمه، بأخته. الشهيد حي بهذه الرابطة. اليوم انطلاق هذا الرابطة هو قرة عين للشهداء، هؤلاء الشهداء الذين يسكنون الآن في عليائهم وهم ينظرون من عليائهم إلى ذويهم كيف يتصرفون. هل هم سائرون حقا على خطاهم؟ هل هم اليوم يسيرون على نفس نهجهم؟ نتأمل اليوم من رابطة ذوي الشهداء أن تقوم المسار وأن تعيد أبناء الشهداء وأخوة الشهداء إلى مسار الشهداء. بعد 10 سنوات قد يكون الوقت تأخر كثيراً لإنشاء هذه الرابطة، لكننا لا نعتقد أننا قد تأخرنا لو تضافرت الجهود، لا نعتقد أننا قد قصرنا لو سارت الخطى بسير حثيث وسريع لإحياء الشهداء من خلال ذويهم. إنه يوم مبارك وجميل، ويوم أعتقد فيه انتصار لذوي الشهداء أن تسلم الراية من قبل أبناء الشهداء. كانت جهودة حثيثة منذ أكثر من عدة أشهر، تم التعامل معها بجدية وأخذ الأمور بنظر الاعتبار وتقديم كل التسهيلات من خلال رئيس المؤسسة والأخوة أعضاء مجلس الرعاية، واليوم انبثق هذا الجهد العملاق وهذه الفرحة الجميلة التي عمت جميع أبناء الشهداء، وذلك بانتصارهم. اليوم هو انتصار حقيقي لإرادة ذوي الشهداء وأبناء ذوي الشهداء بانبثاق الرابطة. نحن قدمنا الكثير في تلك الفترة من دعم وتسهيلات متعلقة برئيس المؤسسة والأخوة أعضاء مجلس الرعاية، وفي المستقبل القريب إن شاء الله مستعدون لتقديم كل الجهد وكل الإمكانيات المتاحة لمؤسسة الشهداء لتقديمها لرابطة ذوي الشهداء، وإن شاء الله ندعوهم بالتقدم بالعمل والعمل من أجل العراق ومن أجل رفع مظلومية ذوي الشهداء وتقديم يد العون للدولة في توصيل كلمة الحق وإعلاء كلمة. رابطة ذوي الشهداء حرصت على أن تكون لها فروع في جميع المحافظات لتبرهن على أنها لجميع ذوي الشهداء في العراق، وأنها عابرة على الطائفية وعلى جميع المسميات الأخرى، ولا تهدف إلا إلى الحفاظ على خط الشهادة. اليوم وقفنا بجميع ألوان الطيف العراقي، بجميع ألوان الطيف الشعب العراقي، سنة شيعة، عربا، أكراد، تركمان ومسيحيين، كلنا تجمعنا رابطة الدم العراقي ورابطة الشهداء. هذه الرابطة التي انبثقت
من رحم الأزمة ومن رحم التجربة. نعم وقفنا اليوم لنعلن لكل العالم صرختنا ولنقول نحن أبناء الذين أذيبوا في أحواض. نعم اليوم أبناء الشهداء وقفوا ليشكلوا هذه الرابطة لتكون ظهيراً لكل من يساند ويؤيد ذوي الشهداء، ولتكون داعماً لكل من يطالب بحقوق ذوي الشهداء، ولتكون راعية لذوي الشهداء. نعم نهدف في رابطة ذوي الشهداء أن نحافظ على الخط الجهادي الذي سار فيه الشهداء، ونحافظ على تلك المنجزات الكريمة والكبيرة التي سطرها الشهداء، كما ونبني فوقها بدمائنا وبتضحياتنا لنضيف للعراق ولأبناء العراق دماً جديداً. وكذلك تهدف الرابطة إلى نشر المقالات وإقامة المعارض وإظهار الوجه البشع لنظام صدام المقبور وما فعله بأبناء العراق، ليس مخفي على الشعب ولكن نريد إظهاره بالوجه الذي يفضح هذا النظام أمام العالم. يعقد اليوم المؤتمر التأسيسي الأول لرابطة ذوي الشهداء برعاية دولة رئيس الوزراء المحترم الراعي الأول لذوي الشهداء ورعاية مؤسسة الشهداء برعاية دكتور عامر الخزاعي. هذا المؤتمر اليوم هو المؤتمر انطلاقة مباشرة لغرض العمل الرابطة في كافة المحافظات لغرض تقديم أفضل الخدمات لذوي الشهداء ومتابعة كل احتياجاتهم من خلال هذه الرابطة. وجدت هذه الرابطة لغرض الضغط على الحكومات المحلية وعلى مجلس النواب لغرض إنجاز وتحقيق كافة حقوقنا حقوق ذوي الشهداء في قانون 3 لسنة 2006، من أجل الضغط على الوزارات وعلى كافة المسؤولين في مجلس النواب وفي الحكومات المحلية. ذوي الشهداء بمن فيهم أعضاء رابطة ذوي الشهداء يستذكرون بفخر ذلك الإمضاء الكريم لدولة رئيس الوزراء السيد نوري المالكي الذي وضع حدا لعذاباتهم حين صادق على قطع رأس الأفعى ثأرا لدماء الشهداء. العراق اليوم ينزف عشرات من الشهداء، لا بل المئات والآلاف. انتفضوا وشمروا بسواعدكم ولا تقعدوا صامتين، لأن الصمت ما اعتادوا عليه ذوي الشهداء. إن الدماء التي تسير في عروقكم هي دماء الثورة، هي دماء الشهداء، وإن لم تتصدوا وتعتلوا المسيرة فمن الذي يواجه ومن الذي يتصدى؟ العراق اليوم ينتخي بأبناء الشهداء، فعليكم تحمل المسؤولية، وإلا فالبعث عندما جاء ضعيفاً وثم استقوى. فلا تدعوا الإرهاب اليوم ومن يحاول أن يعيد البعث أن يستقوي شيئاً وشيئاً، ولا تقفوا صامتين، شمروا بسواعدكم وانتفضوا، واسندوا من وقف واعتلى المسيرة من أعمامكم ومنهم أبناء الشهداء اليوم في هذا العراق الجديد، ولا تقفوا مكتوف الأيدي. وفي الختام لا يسعني إلا أن أشكر الأب الروحي لذوي الشهداء دولة رئيس الوزراء الأستاذ نوري كامل المالكي الذي أثلج قلوب الشهداء عندما وقع بأنامله الكريمة إعدام الطاغية طاغية العصر. والله رفعنا رؤوسنا بعد هذا الحدث، ولولاه لعشنا منتكسين الرؤوس. فتحية وإجلال من دماء الشهداء وذوي الشهداء إلى هذا الرجل العظيم الذي اليوم وقف وقفة بوجه البعث والكفر وأعداء العراق وكل من يحاول أن ينيل من الشعب العراقي. رسالة بلهجة الدم تحمل الإنذار إلى كل من يرفض على البعث حيله، إلى حق المقابر ما أجى القانون وحق دم المقابر تقطع راسنا يا نسل من عار، تفجير المفخر جاي تتحدى المذلك تجيب المنهل على المسلاح من بعيد من بعض صوتنا تدخل. لا تشمل تقول الطشرة الأحزاب على رفض البعث، كل احنا نتحدى، احنا ولا تحيلة تقدر المشلوع معقول عليك الطيشان
تقطع راس من يا نسل ابن العار بتفجير ومفخخ جاي تتحدى مثلك بتجول من اللي عليه مستاح من بعيد نطبع صدر اللي تخده انقلاب العسكري بعد رديناه انقلابك بالمنصة نقدر نرده ولا رديت طبعا ما نشد الراس الدستور ضربك للحكم سده. وحين ترعى مؤسسة الشهداء رابطة ذوي الشهداء عبر نشاطاتها المختلفة فهي تسعى إلى تعميق وعي هذه الشريحة والارتقاء بأعضائها إلى مستويات تليق بهم كورثة لتراث الشهداء. مشاهدينا الكرام، بهذا تنتهي حلقة اليوم من برنامج يد الوفاء. راسلونا على البريد الإلكتروني الظاهر أسفل الشاشة. حتى نلتقيكم في حلقة جديدة، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.